اخبار اليوم. احنا غرفة عمليات مجلس الوزراء بنستأذن معلش نستعرض موقف توليدات القمح بالمحافظه النهارده كده. بدايه انا بصبح على حضرتك وعلى الحضور. احنا في حاليا لجنه منعقده معايا في محافظة الغربية، طبعا موجود معانا السيد نائب مدير أمن الغربية والسيد وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة التموين البنك مدير الرقابة على الصادرات والواردات وبحث التموين رؤساء مراكز المدن المطاحن. احنا استعرضنا كل المشاكل اللي عندنا حاليا. احنا المفروض عندنا زراعة 151 ألف فدان، المفروض المساحة عندنا في الغربية المفروض المقرر توريده 150 ألف طن. عندنا الشون المفروض بتستحمل أو تتحمل 140 ألف طن. في شون إضافية موجودة ممكن تستوعب باقي المساحة. احنا طبعا المفروض كان مقرر عندنا نفتح 12 شونة أسفلتية. احنا فعلا ضفنا ليها 8 ترابيه، عندنا 20 دلوقتي. النهارده قررنا ان احنا نفتح 5 تاني. المشكله عندنا حاليا الحاله الموجوده هي اخواننا في الرقابه على الصادرات والواردات العدد غير كافي بالنسبه لاعضاء الرقابه على الصادرات والواردات، مش مغطيين الشون كلها. انا تواصلت مع السيد المهندس علاء عبد الكريم عندكم في اللجنه وعدنا ان هو بعد اذنكم نسمع بس يعني 3 دقائق صمت بس نسمع سياده المحافظ وبعدين نوصل الاتصالات بس عشان تسمع المشكله عندهم ايه. المشكله عندنا دلوقتي بس هو عليك في مشكله صوت عند سيادتك يا دكتور. الاستاذ اللي عليك في مشكله صوت عند سيادتك شويه لو في حد يقدر يظبط الصوت. صوت كده كويس كده الصوت كويس تمام. المشكلة عندنا دلوقتي في عدد الموظفين في الرقابة على الصادرات والواردات مش مكفيين اللجان اللي موجودة عندنا، عاوزين حوالي 10 عشان يغطوا المحافظة عندنا. لكن احنا كل الشؤون عندنا فيها ضباط من مباحث التموين وافراد من مباحث التموين، فيها نائب رؤساء مجالس المدن ورؤساء مجالس القرى، فيها ضباط من إدارة المباحث الجنائية، فيها ضباط من المرور وأفراد من المرور بينظموا المرور. العملية فيها سيولة حاليا. المشكلة كانت عندنا في بعض التجار اللي هم كانوا عايزين يدخلوا حمولات طبعا غير مطابقة وغير خاضعة للكشوف الحصر الطبيعي بتاع الزراعة دي اللي احنا منعينها حاليا عشان ما يبقاش في غش ودخلوا بقى محصول تاني معانا مستورد بحيث ان يعملوا غش وتوريد في عندنا الشركة. الحته دي التوريد